أبدأ هذه الحلقة بما أصدره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه صبيحة هذا اليوم من أوامر ملكية بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن رئاسة من وزارة الداخلية، وكذلك اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وكذلك وزيرا للدفاع، وتعيين صاحب سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد بحفظه وأن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء. ويسرنا في هذه المناسبة في شبكة المجد أن نتقدم بالتهنئة والمباركة والمبايعة لصاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، وكذلك نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا وجميل عرفاننا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، الذي أفنى وقته وبذل جهده وجزءا من عمره في حفظ هذا الأمن والقيام على أمن المملكة العربية السعودية ورعاية أمن الحرمين الشريفين. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده وأن يعينه. وأستغل هذه المناسبة في أن أستمع إلى ضيفنا الكريم وتعليقه على هذا الأمر أو هذه الأوامر الملكية المباركة باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وكذلك وزيرا للدفاع، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي نحن فيها من جهة الأمن ومن جهة سعة الرزق ومن جهة التلاحم ومن جهة التفاهم. هذه من نعم الله عز وجل، وخاصة نحن في عصر كثرت فيه الإشاعات. صحيح. والأعداء وجهوا سهامهم إلى هذه البلاد لأجل زعزعتها وخلخلتها من الداخل، ولكن ولله الحمد لا نزداد إلا تماسكا، وذلك بفضل الله أولا ثم بفضل تطبيق شرع الله عز وجل، وكذلك ما يقوم به ولاة الأمر من فتح أبوابهم والتعاون على البر والتقوى مع المواطنين والتلاحم مع العلماء، وهذا فضل من الله عز وجل. هذه الأوامر التي سمعناها هذا اليوم صبيحة هذا اليوم، ولله الحمد أولا أعفي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف من منصبه، وهو قد أفنى جزءا كبيرا من حياته في وزارة الداخلية وكافح الإرهاب في أوج قوته، وحتى تعرض لعدة محاولات لقتله، ولكن الله عز وجل نجاه وسلمه وأدى الذي عليه، فجزاه الله عن أهل هذه البلاد وعن غيرهم خير الجزاء. وندعو له في ظهر الغيب، ونحن ولله الحمد بلد لا ينسى أهله المعروف ولو كان يسيرا، ولهذا قال الشافعي: الحر لا ينسى وداد ساعة. وعين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع مع بقية أعماله الأخرى، فالحمد لله على هذه النعمة، وخاصة أن ما يتعلق بهيئة البيعة قد أجمعت يعني قرابة 31 صوتا من 34، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وهذا الاختيار لم يكن إلا بعد النظر في المصلحة، وهناك أمور هم أدرى بها من جهة النظر في حاجتهم إلى التغيير أو التبديل، وليس من باب التشهي وإنما من باب المصلحة. وهذه البلاد ولله الحمد، أمسينا البارحة ووزير الداخلية محمد بن نايف حفظه الله ورعاه، وأصبحنا وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف وفقه الله، ولم يتغير شيء ولله الحمد. الحمد لله. خرجنا من بيوتنا أمس وخرجنا هذا اليوم، والأمن مستتب والخير ولله الحمد منتشر. أقول أولا، هذه المناصب هي تكليف.
وأسأل الله أن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كثيرا ما قرأت له أنه إذا عين أحد في منصب من المناصب سواء وزير أو في إمارة منطقة أو كان يكتب إليه كتابا يوصيه فيه بتقوى الله عز وجل، ويبين له أن هذه المناصب هي تكليف وليس التشريف، وأنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وأن الإنسان إذا قام بحقها فالله عز وجل يرفع درجاته ويمكن له، وإذا الإنسان أخل فيها فاتبع عليه عظيمة. ولهذا وصيتي لكل من تولى منصبا في الدولة أن يراقب الله عز وجل، الدنيا مهما طالت هي قصيرة والإنسان سيحاسب، حتى قال عمر لو عثرت بغلة في الشام أو في العراق لظننت أن الله سيحاسبني عنها. في مسؤولية عظيمة، هم الله في تعب وفي هم، الواحد منا الآن ينام بين أولاده وأهله والحمد لله، لكن هم عندهم من التعب وعندهم من الهموم عندهم من المتابعة ما الله به عليم. ولهذا حتى سمعت كلمة الأمير محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان، والحمد لله هذه الصورة هذا التلاحم رد على كثير من المغرضين صحيح والحاسدين الذين يتربصون، وقال أنا الآن أرتاح وأسأل الله أن يعينك على هذه المسؤولية. أنا أوجه فقط رسالتين، الرسالة الأولى أقول أن الإنسان إذا ولي الأمر اختار وليا للعهد فيجب علينا السمع والطاعة في المعروف كما هو معلوم، وأن ولاية العهد تكون باختيار الملك. نعم صحيح. ولي الأمر هو الذي يختار، فإذا اختار ورأى المصلحة ثم أمر بالمبايعة ليس لنا خيار، يجب علينا أن نبايع وهذا هو مقتضى البيعة. الرسالة الثانية أنا أوجه رسالة لكل من يتعامل مع التواصل نعم الاجتماعية أن يتقوا الله عز وجل، هناك معرفات بأسمائنا وبقبائلنا وصورنا وبصورنا وببلداننا وهي تدار من أعدائنا، سيجعلون هناك خلافا بين الأسرة المالكة وأن كلام كثير جدا، أقول لا تستمعوا إليهم وإنما ما رأيناه صحيح. وما سنشاهده هذه الليلة قطع كل شيء. نعم سيقطع كل شيء، والحمد لله نحن في أيد أمينة، والله عز وجل يحفظ هذه البلاد وأهلها، وأسأل الله أن يوفق الأمير محمد بن سلمان في مهمته التي أسأل الله أن يعينه وهو إن شاء الله أهل لذلك. ولا أنسى أيضا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزارة الداخلية فهو إن شاء الله أهل لذلك، تدرب مع عمه الأمير محمد بن نايف فترة صحيح. وهو أيضا ابن الأمير سعود بن نايف المعروف بنظرته ودهائه وأيضا حتى خبرته أيضا مع الأمير نايف رحمه الله، فإن شاء الله هو على جادتهم، وإن شاء الله سيسير على خطى من سبقه في الخير وحفظ الأمن. أسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم، وحقهم علينا الدعاء والمناصحة بما نستطيع بالطرق الشرعية والقواعد المرعية. نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. كما يسرني أن ننبه إلى أن خادم الحرمين الشريفين إلى أمر خادم الحرمين الشريفين ودعوته لمبايعة صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بعد صلاة التراويح في قصر الصفا في مكة المكرمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ ولي عهده وأن يحفظ هذا البلد بحفظه الكريم وأن يرد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، إنه سميع قريب مجيب.